وأنا أتجول في هذه الدار القرآنية الجميلة في إندونيسيا، دار القرآن، حقيقة استمتعت واستمتع معي كل فريق العمل بما رأيناه من حرص على حفظ القرآن، توفير كل ما يحتاج حافظ القرآن وحافظة القرآن في هذا المكان، يبيتون كي يحفظون القرآن الكريم كاملا. وصلت إلى هذه المنطقة في هذه الدار وسمعت عن عائلة حقيقة جاءت من بالي، جزيرة بالي، إلى هذا المكان كي يحفظوا القرآن. أب وأم وثلاثة من أبنائهم، ولدين وبنت، جاءوا إلى هذا المكان. الأب جاء بهم، قال للشيخ يوسف منصور: ما أريد منك إلا أنك تحفظ أبنائي القرآن، أنا أبي أروح أتاجر وأجيب الرزق لهم وأجدهم حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. معي الآن الشيخ ما شاء الله محمد فرحان، يجلس أمامي يراجع القرآن كل يوم بعد صلاة الفجر في مكان جميل، وأخوه ما شاء الله محمد فهمي. راح تستمعون وتشاهدون قصة جميلة هي رسالة من قلوبنا في مسافر مع القرآن إلى كل أسرة تريد أن تكون قرآنية مثل هذه الأسرة. شيخ محمد فرحان الحبيب، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله، الله يبارك فيكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. ما شاء الله تراجع القرآن في هذا المكان كل يوم؟ نعم كل يوم بعد صلاة الفجر؟ نعم. حياة ما شاء الله، ما شاء الله حياة جميلة. أخوك ما شاء الله محمد فهمي الأكبر، نروح ناخذ هناك. نعم. ناخذه معنا. تفضل تفضل ما شاء الله. شيخ، شيخ محمد، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. حقيقة في هذا اللقاء أطلب الآن من كل أسرة، من كل أب وأم، أن ينتبهوا من هذا اللقاء. نوينا من أن يخرج من كل أولادكم من أهل القرآن. ما شاء الله ما شاء الله، يريد أن يكونون كل أولاده ما شاء الله من حفظه، هاجر من بالي إلى هذه المنطقة كي يحفظ أبنائه ما شاء الله القرآن. محمد فهمي ومحمد فرحان، هؤلاء الأخوة حفظوا القرآن الكريم كاملا خلال تقريبا 3 سنوات، وأختهم الآن تبارك الرحمن تحفظ من القرآن 25 جزء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أعظم ما تقدمه من بر لوالديك هو حفظك للقرآن. أنت فرحان، أنت سعيد، أنت راهم حافظين القرآن. كله نعمة، كله نعمة، الحمد كله نعمة لله. الحمد لله. بركة القرآن، بركة القرآن، الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الشيخ أحمد، أنت تحفظ القرآن؟ لا تحفظ القرآن؟ لا أنا أقول لك أنت تحفظ القرآن ما شاء الله. أنت تحفظ القرآن وليس مرة واحدة، أنت تحفظ القرآن 3 مرات بإذن الله، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كل حرف يقرأ أبنائكم إذا حفظوا القرآن في ميزانكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قراءات جميلة. ترى محمد فرحان عمره 13 سنة ومحمد فهمي 15 سنة ونمر 11 سنة، كل واحد بينهم سنتين ما شاء الله، ويحفظون القرآن بهذه الأصوات الجميلة. والله تأثرت تأثرا كبيرا بهذا اللقاء، لأن كل ما أتمنى أن تكون أسرنا بمثل هذه الأسرة، أجمل فرحة وأجمل سعادة وأحلى أيام تعيشونها بحفظ أبنائكم لكتاب الله سبحانه وتعالى. صدقوني، النور في الحياة والنور في القبور وحسنات كجبال تهامة في الجنة
بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم وأن يحفظ كل أبنائنا كتاب الله سبحانه وتعالى.